طبعا احنا يهمنا في معالي المواطن، المواطن اللي هو صاحب المعالي الحقيقي زي ما نقول دائما. لذلك لازم نعرف اراء الناس، وش اللي اختلف عليهم، وش اللي تغير، ايش الايجابيات اللي حسوا فيها، ايش السلبيات اللي يتمنونها تزول في المواسم المقبله. راح نبدا باول ضيف معنا، عرفنا باسمك. الاسم سعود دليم القحطاني. ونعم سعودي الجنسيه. ونعم اكيد ما يحتاج، من هالمنطقه طبعا. لا من الرياض. من الرياض. نعم. وجيت السوده قبل؟ جيتها السنه الماضيه. وش الفرق اللي حسيته السنه هذه وبين السنه هذه والسنه الماضيه؟ السنه الماضيه ما كان في اي فعاليات نهائيا. نعم بس تدخل وتطلع ما في اي فعاليات، موجود الاطلالات وال فقط. اما السنه هذه لا، في فعاليات، في تنظيم، ما تدخل الا بكروت، ما تدخل الا عن طريق الباصات، في فعاليات، في الرافعه، في الباراشوت، في كافيات، في سلالم متحركه. وش الشيء اللي تشوفه انه سلبي ودك انه يتغير، يعني لو يسمعونك المنظمين او المسؤولين؟ والله قبل شوي طال عمرك جانا مطر. احنا الجمهور او احنا السياح، فلا درينا وين نروح بالاطفال. فاضطرينا ان ندخل في المسجد لين خف المطر وطلعنا. طيب اطفالك حسوا بفرق؟ اي حسينا بفرق. حتى هنا السنه الماضيه ما كان في اي وسيله اكل للاطفال. أي. الحين فيه كشكات وفيه جميل.